لأن خدمة العميل وراحته هي مطلب ومبتغى للعديد من الشركات العالمية التي تطبق معايير عالية في الجودة. كان لزاماً علينا في شركة مغاسل الرهدن أن نوفر هذه المعايير. ومن هذا المنطلق سخرت الرهدن كل طاقاتها في سبيل التطوير والتحديث لتحظى في النهاية برضا وقبول عملائها الكرام. حققت شركة مغاسل الرهدن التميز على كافة الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا في مجال تقديم أحدث تكنولوجيا عصرية في خدمة المغاسل بتوظيف أفضل الخبرات العالمية، إذ تحظى الرهدن بزيارة دورية للعديد من الخبراء والمستشارين التقنيين لمتابعة عملية التطوير والتحديث المستمرة وللتأكد من رقي الأداء. I work for Forenta, and Forenta is from the USA, and we're a 70-year-old company, and we manufacture finishing equipment used in the laundry and dry cleaning industry. It's in my experience, I've now visited 42 different countries around the world. This is a world-class operation. The volume of garments that they do and the garments that are unique to the Saudi economy makes equipment and the quality that's done. Over the last 3 years since my first visit, I've seen a lot of changes come out of Radon. We've had the opportunity to work with them as partners, and they've introduced some of our machines in the plant, and we see that we're very excited because of the quality of work that's coming and feel that we're partners with them. في سعي حثيث لتحقيق أعلى درجات الجودة في الأداء والحصول على أفضل النتائج من أجل ضمان رضا عملائنا الكرام. لذا تم الاتفاق مع شركة الرهدن لمعدات الغسيل على تنفيذ وتركيب سيور داخلية للمغسلة المركزية، وذلك لترتيب الملابس آليا وتكييسها إلكترونيا، الأمر الذي تصبح معه حالات الفقدان منعدمة تماما. وهذا يجسد رؤية الشركة الهادفة إلى تطوير العمل وتسهيل متابعة الملابس والعناية بها قطعة قطعة، مما يؤدي إلى رفع الأداء وزيادة الإنتاجية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتسريع وتيرتها بشكل أكثر دقة ومرونة. I am very impressed with what I see here. They've installed a very complicated piece of equipment of ours on their own, and it's up and operating very successfully. The quality that I see off of not only our shirt press, but also off of our miscellaneous presses that does the thobes and what have you, I see that the quality is being put in not only by the piece of finishing equipment, but by the operators themselves. I see that the management here is very concerned about the finish and the quality of finish. So I'm here to support them, and they are here to support you with their product and with the to give you the quality of product that you, the customer, deserves and desires. ولضمان الجودة قسمت مراحل الاستلام والتسليم إلى 4 مراحل. مرحلة الاستلام والترقيم، وهي أولى المراحل، حيث يتم في هذه العملية استلام الملابس من العميل بفواتير مرقمة ترقيما يضمن للعميل استلام ملابسه كاملة بعد غسلها. وكذلك عدم اختلاطها بالملابس الأخرى، وذلك بوضع رقم تسلسلي على القطعة مطابق لما هو موجود على الفاتورة بطريقة سهلة وآمنة، بحيث لا يبقى له أثر بعد نزعها من الملابس. مرحلة غسيل الملابس، يعتبر قسم الغسيل من الأقسام الهامة في مغاسلنا،
لذلك عمدنا إلى امتلاك أفضل المكائن الأوروبية والأمريكية المعقدة الصنع للحصول على أجود نتائج غسيل في العالم. ولم ننس أيضا استعمال أجود أنواع المساحيق العالمية مع استعمال الماء المعقم النقي والذي ثبت حصوله على أفضل غسيل. بواسطة مكائن ذات طراز عال وفنيين مهرة يتم غسيل ملابس العملاء وفق معايير جودة عالية لا تسمح للبقع والأوساخ بالبقاء بعد غسلها من أول مرة. وتتم تهيئة الغسالات قبلها بمواد خاصة للتنظيف لتوضع بعدها الملابس بعناية وبعدد محدود، لتبدأ بعدها عملية الغسيل بمياه مفلترة بدرجة حرارة عالية تطرد العوالق والبكتيريا، لتخرج الملابس بعدها وقد اكتسبت ألوانا بهية. مرحلة الكي والصف. بعد الانتهاء من مرحلة الغسيل يتم توزيع الملابس على أجهزة الكي المختلفة. حيث تتوفر أجهزة كي بخارية لكافة الملابس المختلفة حسب ما تتطلبه من درجة ضغط وحرارة مناسبتين. وبعد الكي بالمكائن تعالج الملابس يدويا تحت إشراف نخبة من الفنيين المهرة الذين تم انتقاؤهم بعناية فائقة على أساس من الخبرة والتأهيل المهني والالتزام لتحقيق رضا عملائنا. أما عن الملابس النسائية التي تتطلب عناية خاصة فيوجد قسم خاص ومستقل ومتكامل بفنيين مهرة ومكائن حديثة لضمان حفظها من الانكماش وتغير الألوان لتصبح براقة زاهية تبدو بأفضل صورة. مرحلة الفرز والتسليم. أعلى درجات الخبرة ودقة النظر تقود هذا القسم الحساس من بين أقسامنا العدة، إضافة إلى ذلك الحرص الكامل على إرضاء عميلنا وذلك بتقديم غسيل وكي على أعلى المستويات. وفي هذه المرحلة يتم فرز الملابس ومطابقتها مع أرقام الفواتير والتأكد من العدد والمحتوى في كل فاتورة. ولضمان عدم ضياع الملابس يضع مسؤول الصف النهائي الملابس في سير كهربائي مرقم بأرقام مطابقة لما في الفاتورة بعد أن يتأكد هو الآخر من محتويات الفاتورة. وفي الوقت المحدد في الفاتورة يأتي العميل ليجد ملابسه جاهزة للاستلام وقد اكتست ألوانا براقة كما لو كانت جديدة.
الخدمات المنزلية. المنزل هو الآخر له نصيب من خدماتنا، إذ جهزنا أسطولا كاملا بمكائن عالية الجودة وطاقم مدرب على أعلى المستويات يقدم أفضل درجات الجودة المتخصصة بتنظيف المنازل، بدءا من الأرضيات السيراميك أو الرخام الطبيعي، حيث تتم العناية بها باستخدام مكائن خاصة مصحوبة بفراش دائرية مناسبة لكل نوع من الأرضيات تحوي مواد تنظيف خاصة. يتم بعدها جلي الأرضيات بمساحات خاصة وفريدة من نوعها لإزالة ما تبقى من العوالق والأوساخ تصاحبها مواد معقمة للحصول على أرضية صحية وناصعة. أما المراتب والجلسات فيتم التعامل معها بحسب كل نوع للمحافظة عليها من أي تغير في اللون أو المظهر بواسطة خبير متخصص، حيث يتم تنظيف كل نوع بمراحل مختلفة، بداية من استخدام الفرشاة الخاصة والمحتوية على مواد التنظيف وغيرها، ومرورا بالمراجعة النهائية حيث تتم إزالة العوالق المستعصية وانتهاء بتجفيفها، وهذا ما يجعلها تبدو في هيئة أفضل مما كانت عليه، وإرضاء لرغبة العملاء الكرام ممن لا يرغب في تنظيف الموكيت خارج المنزل. نسعى إلى توفير خدماتنا المميزة وإيصالها إليه في موقعه بضمان المحافظة على الجودة، وذلك بتمرير جهاز التنظيف على كافة أنحاء الموكيت بعناية فائقة تضمن وصول مواد التنظيف إلى أسفلها. الستائر المنزلية هي الأخرى تلقى عناية فائقة في مكانها دون الحاجة إلى إحضارها إلى مراكز التنظيف، حيث يتم تنظيفها بمكينة خاصة لإزالة العوالق الترابية وغيرها، وهذه العملية هامة وضرورية لضمان سلامة البيئة ومن أجل الحصول على جو صحي بهواء نقي ومنزل خال من الأمراض بإذن الله. مغاسل السجاد. يشكل السجاد عنصرا رئيسيا في الديكور، فهو يؤمن الدفء ويبرز فخامة المفروشات وجمالياتها كونه قطعة فنية مهمة، خاصة إذا ما تم اختيار النوعية الجيدة الملائمة لطابع المنزل العام. وينصح الخبراء بالاستعانة بالشركات المتخصصة في تنظيف السجاد التي توظف التقنيات الحديثة والأجهزة المتطورة في عمليات التنظيف والغسيل. ومن هذا المنطلق حققت شركة الرهدن رغبة العديد من عملائها المميزين بإنشاء مركز متخصص وفريد من نوعه للعناية بالسجاد والمنكيت بكفاءة عالية تضمن أقصى درجات العناية والجودة. يتم استلام السجاد والموكيت من العميل، وبعد مرحلة الفرز تعطى كل قطعة رقما مطابقا للفاتورة، ثم تبدأ مكائن الغسيل المخصصة لكل نوع من السجاد بعملها، حيث يحرص فريق التنظيف على اتباع أسلوب علمي مدروس بدعم أحدث المكائن العالمية التي تضمن الحفاظ على سلامة السجاد وتمنع تأثر الألوان وتداخلها، مما يجعلها زاهية براقة. ومن أجل العناية التامة بكل نوع يتم طيها وإدخالها المكينة الخاصة وتنظيفها من العوالق قبل غسلها بالماء، ويقوم الصابون الخاص بالسجاد بإزالة العوالق والأوساخ باستخدام فراش خاصة، ليتم بعدها طيها وإدخالها مكينة خاصة بالتجفيف، حيث تختلف طريقة التجفيف من نوع إلى آخر. وفي مرحلة المراجعة النهائية تتم إزالة العوائق المتبقية، وذلك بتمرير أنبوب الهواء في معظم أنحاء السجاد، ليتم بعد ذلك طي السجاد وتكييسه وتسجيل مقاساته بالإضافة إلى تمييزه برقم مطابق للفاتورة، لتحفظ القطع بعدها في أرفف خاصة بها حتى يحين موعد استلامها.